كل حاجه مش مستخبيه في الصناعه. طب معروفه. عايزين تعلوا تاني ليه؟ ما انتوا عليتوا السعر قبل كده كذا مره. بص حضرتك، احنا كمنظومه احنا صناعه، احنا تسعيره جبريه. كام سلعه جوه مصر تسعيره جبريه حضرتك؟ ثلاثه. البنزين ولسه غالي، والعيش المدعم بخمس قروش والدوله بتتحمل الدعم بتاعه الحكومه، والدواء. دول ثلاثة تسعيرة جبرية. أنا النهاردة أنا مسعر لحد الدولار ب31. النهاردة الدولار رسمي 47 و 48 جنيه. خلاص الفرق ده الصناعة خسرانة فيه. احنا بنجيب من البنك دلوقتي، الدولار موجود بدبره بالسعر ده. الفرق ده الصناعة هتخسر هذا الفرق، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا عندي الحد الأدنى للأجور، ولسه امبارح المركز القومي للأجور مطلع ان من 1/5 مرتبات الموظفين هتزيد في القطاع الخاص لـ6000 جنيه. الفرق ده موظفين عندنا امن ولا مش عارف نظافه ولا بياخد 2000 ولا 3000، لازم من 1/5 الفرق ده يجي منين؟ هو الموظفين او الناس اللي بيصنع علبه الدواء ده مصري وبيعمل وعايش في مجتمع، والمجتمع من حواليه زاد مواصلاته مدارسه اكل. يعني حضرتك طالب من هيئة الدواء ارتفاع اسعار الدواء علشان تغطي تكاليف مرتبات وتكاليف الناس اللي بتشتغل معاك. الناس مش بس كده يا فندم، احنا كصناعة هدفنا 1 في 24، حاجة واحدة بس. لو غليت يا دكتور، لا مش عايزين لا كسبانين ولا خسرانين. لا ازاي؟ لا فيش حد مش عايز يكسب. لا بالعكس بالعكس، اسمح لي، انت كده مش صح، ومش مفروض ان انا اصدقك. اما تقولي ان انا مش مفروض اكسب، انا يعني اديني احتمالية ان انا ما اصدقش، يعني اديني الحق. أنا هتعلوا طالبين ارتفاع بنسبة قد ايه من هيئة الدواء؟ بص حضرتك، احنا شكل واضح. بص احنا بالحسابات مينيمم، لان الدولار اول مره يزيد معانا 18 جنيه مره واحده، ما حصلتش معانا في الصناعه، وبالتالي احنا متوقعين مثلا مينيمم 50% متوقع. يا خبر ابيض، متوقع الدواء هيزيد بنسبه 50%. بص ده احنا لا كده كتير، دي حساباتنا. هيئه الدواء ممكن تطلع تقول لا هنزودكم 10، لا كده كتير. انا بناشد هيئه الدواء ما تزودش خالص. يبقى في نواقص هتتم في السوق. لا ما هو بالفعل في نواقص. لا النواقص اللي موجوده حضرتك ليها بدائل ومسائل، يعني تقدري تقولي الباراستامول في منه 50 شركه. النهارده الشركات لما هتبدا تحس انها بتخسر في منتجات، ايه راي حضرتك؟ تكمل خساره ولا تعمل ايه؟ دكتور علي، العقل مطلوب و 2016 حضرتك العقل مطلوب. في اصناف ناقصه، أدوية السكر ناقصة، ده بناء على كلام من الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للحق في الدواء. كلام خليني بس، كلام لا خليني.